اهلا وسهلا بالاذاعه الوطنيه، اهلا وسهلا توفيق الوجيتي الجميل الفنان الرائع، تشكرك على هذه المواكبه المستمره للاستعدادات الاولى لتنظيم الحفل الافتتاحي الرسمي هنا بالمركز الثقافي بمدينه القيم صالح. نحن نجد سعداء اليوم بان نستقبلكم لتكونوا وتتواجدوا بين احضان رمضان نور وفنون هنا بالقيم صالح. البرمجه او العروض التي ستقدم خلال فعاليات إبداع المسرح لنسخته الرابعة ضمة الفنان القدير عبد القادر مطاع. اليوم إن شاء الله سوف انطلاق المهرجان بحفل الافتتاح رسمي. أيها الحضور الكريم، مكرمو هذه الدورة، محبوب الجماهير، تألق في جميع أعماله الفنية اللي قدمها منبع الإبداع الفني المغربي الأستاذ والفنان عبد القادر مطاع. فنان عربي أتانا من دولة قطر الجميلة، سالم عبد الله المنصوري. والأستاذ المسرحي المغربي نجيب عبد اللطيف. الممثل التلفزي والسينمائي عبد اللطيف شوقي. والفنان الموسيقي عضو مجموعة المشاهب الغنية عن التعريف عبد الحق جوهري. بطل المغرب سابقا في التايكوندو والمدرب حاليا السيد عبد بن سعودي. البطلة الأولمبية وهنيئا للعنصر النسوي فاطمة الزهراء أبو فارس. السيد محمد سلاك رئيس فريق أطلس 05 للفقيه بن صالح. وكيف ما كنعرفوا الجميع ما يمكنش تكون مسابقة رسمية بدون لجنة التحكيم، إذا لجنة التحكيم لهذه الدورة في المسابقة الرسمية تتكون من الدكتور طارق الربح عضو لجنة التحكيم، والدكتور إبراهيم هنائي عضو لجنة التحكيم، وأكيد الدكتور عبد المجيد شاكر رئيس لجنة التحكيم هذه الدورة. ولجنة مناقشة العروض تتكون من الفنان المسرحي والسينمائي أحمد سين.